أنستي سادتي أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أيها الأحبة في كل مكان، متتبعي مباريات بطولة كأس العالم عبر قنوات بي إن سبورتس الأعزاء، تحية لكم هذه المرة من الملعب الأولمبي في مدينة سوتشي التي سوف تودع المونديال بعد نهاية هذه المباراة. ولا أعلم، السيد شير شيزوف مدرب المنتخب الروسي يودع، أم أن السيد دالتش الكرواتي مدرب المنتخب الكرواتي يودع المونديال؟ من يودع المونديال؟ من يغادر من الدور ربع النهائي؟ من يصل إلى الدور نصف النهائي؟ من هو آخر الواصلين إلى الدور نصف النهائي؟ من يلاقي المنتخب الإنجليزي في الدور نصف النهائي؟ من يرافق المنتخب الفرنسي والبلجيكي إلى الدور نصف النهائي؟ ضجيج الحقيقة في ملعب المباراة، 44,000 متفرج حاضرين متسمرين مؤازرين. الجهة اليسرى من الملعب، روسيا تهاجم مع بداية المباراة، التسديدة حاضرة ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. روسيا 44,000 متفرج، محاولة المنتخب الروسي، التسديدة ولكن هي إلى خارج أرضية الملعب. أكيد مودريتش خطير، راكيتيتش خطير، الكرة الخطيرة اللي تحول ولكن يبعدها بانييف، كاد أن يأتي الهدف الأول. الكرة لعبت عالية الرأسية، تحولت ولكن تمر إلى كرة خطيرة جدا خطيرة، المتقدم ريبيتش في غاية الخطورة لمنتخب كرواتيا، تحول أولية لعبت ولكن يبعدها مدافع المنتخب الأقرب تسجيل الجول الأول، التسديدة ولكن تصد في الأخير إلى ضربة مرمى لمصلحة شوف اللاعب المتقدم. أن المشجع الروسي يتحقق بكل وصلت في ضجيج كبير، والرأسية حاضرة والضربة الحرة لعبت عالية، مباراة نهائي 99، راكيتيتش انقلها تسديدة عالية لكن هي خارج أرضية الملعب، لأن توصل الضربة النهائي. محاولة المنتخب الروسي، خروج حارس المرمى سوبوشيتش حارس مرمى، رسالة خفية الجهة اليمنى أيضا، الأحمر يتبادل الكرات وفي طلب ماريو فرنانديز يطلب الكرة، لكن ممكن يظهر في أي لحظة من اللحظات. كل هالأفضل صح بكرة أخطر، أصبحت الرأسية تمر إلى خارج أرضية الملعب، الرأسية حاضرة، المتابعة حاضرة، واللقطة الخطيرة لاحظ من الجبل إذا يؤهل الفريق إلى الدور نصف النهائي. محاولة المحاضر، الضربة الحرة لعبت عند حارس المرمى سوبوشيتش، جزاء سجل هدف الأرجنتين. روسيا تهاجم الآن، عم في البلاد، روسيا تهاجم، الله الكرواتي، وتشيريشيف يتقدم للمنتخب الروسي بالهدف الأول. فاجأ سوبوشيتش، فاجأ المدافعين، فاجأ العالم كله. الله يا سوتشي، الله يا الأربعة وأربعين. الهدف الأول، ردة الفعل الكرواتية وصلت عالي، ولع المدرجات، ولع المدن الروسية، تصور الكرة الخطيرة والأخطر العيه. أصول روسيا 2 ممكن، روسيا 2 ممكن، روسيا 2، لكن الكرة الكرواتية ما يتلحين، ما يتردد الفعل الكرواتية. مانجوكيتش مهدد بالإيقاف بكرة أخرى لمصلحة المنتخب. رئيس الوزراء الروسي، محاولة كرواتيا، الله الله، النتيجة ردت الفيات اللحظة على رئيس كرواتيا، لاعب المنتخب الكرواتي يحيي الرئيس ويحيي الكرواتيين، كراماريتش إذا يعادل النتيجة للمنتخب الكرواتي. كرة كانت في الجهة الأخرى، تحولت بعد ذلك جهة تفلح معاي، ردت الفعل الكرواتية، مانجوكيتش تقدم وبالتالي يوم يومكم
الكرة اللعبت خطيرة أمام مرمى، فاز المنتخب الكرواتي على المنتخب الروسي.